اللي فاتوا علينا ان حقهم ان احنا ما ننساهمش وده ما نتذكرهم ودايما يبقوا بالنسبه لنا علامات وللاعيبه البراعي اللي هي موجوده تحت تبقى تتمسك بناديها وقت ايه. وبعدين انا برضه بمناسبه الدعم انا بقول اهو اللي يلاقي فيه انا عاملها من السنه دي اللي يلاقي فيه اي مقابله لاي نوع يتكرم ويقول لي خلاص انا بعمل قطاع نموذجي للناشئين في مصر. اهم حاجه فيه ان مفيش فيه مقابلات. ما علينا ده موضوع تاني لكن برضه دي من ضمن سياسات النادي لازم تبقى عارفينها. نخش طبعا في الفريق الكبير احنا ربنا كرمنا الحقيقه بالكابتن عماد النحاس الحقيقه يعني وانا بقول ربنا كرمنا لانه شخصيه من كل الوجوه تجبرك على احترامها وتقديرها